البادرة تعبيرا من جميع المستخدمين ديال سوق الخضر الفواكه بالجملة، لأن ترمت لهم ككاتب عام اتحاد نقابات سوق الخضر الفواكه بالجملة المنضمون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. هذه الوقفة تعبيرا منهم عن وطنيتهم وتعبيرا منهم على أنهم واقفون صامدون وراء أي واحد مس فكر بالمس بالوحدة الوطنية الترابية. نحن فرحانين هنا جميع ومجتمعين، علاش؟ لأننا صحراء مغربية وستبقى مغربية، ونضالنا مستمر حتى يكتمل إن شاء الله الصحراء الشرقية استرجاع سبتة ومنيليا المحتلة. من طبيعة الحال احنا جد سعداء بهذه الوقفة التضامنية التي عقدوها الإخوان ديالنا مستخدمين ديال سوق الخضار والفواكه، تضامنا مع قضية الوطنية اللي هي قضية الصحراء المغربية، واللي من طبيعة الحال الاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته الوطنية يعني دائما في مقدمة المدافعين على هذه القضية الوطنية وعلى باقي القضايا الوطنية من عهد الحماية إلى يومنا هذا. فمن طبيعة الحال يعني هذه بادرة طيبة التي يقوم بها الإخوان ديالنا تجاه قضيتنا الوطنية، اللي من طبيعة الحال يعني احنا مجبرين للدفاع عنها يعني حتى النهاية. احنا كمواطنين كمغاربة كاتحاد مغربي للشغل سنبقوا دائما متشبكين بها إلى النهاية، وشكرا. صفاتي مديرة سوق الجملة للخضر وفواكه المسا مراكش، بالنسبة لهذه الوقفة التضامنية مع الصحراء، كما يعلم الجميع بأن الصحراء مغربية، راه منهار العائل الملك حسن الثاني نصره الله مني قال بلا صحراء مغربية راه صحراء مغربية، بخصوص هذا الشيء اللي دار في القرقارات آخر خطرة، حنايا ذاك العرف وحنا مع هذا الشيء اللي دار جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحنا معاه. بسيادة المغرب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.